مين ما دفعوش ورق يا جدعان؟ مين بقى الناس العره البيئه اللي ما دفعتش دي؟ اكيد انا وانت. معلش يا اسطى، معناش فكه، معناش غير 220 جنيه صحيحه. لما نوصل الموقف هنبقى ندفع لك. لولا الملامه يا هوا، لولا الملامه لفرد جناحي يا ايه ده؟ انا القمطه دي مش غريبه عليا. وقطير وقرفرف في الفضا فانسي، وحشتوني وايد وايد. بتمنى لا تخافوا الملامه وتسووني هارت على الفيديو تبعي وتابعوني على الصفحه. ايه الحياله يا دياب؟ الواد بيتفرج على امك يالا. ازاي يعني؟ وربنا امك ايه يا امي؟ ما عندهاش حسنه. ما هي دي ما عندهاش حسنه يا دياب. يا عم دي ست خليجيه قاعده تقول لك وايد وايد. انا امي اخرها تبعت لك جمعه مباركه، تبعت لك ورد وتقول لك صباح معطر بالورود. لكن ايه الكلام ده يا عم؟ يا عم بقول لك امك والله، ما صوره مين اللي ورا دي يا بيه؟ ما صورتك ايه؟ دي صوره محمد صلاح. وهو محمد صلاح هيلبس تيشيرت الكوره بتاعه من العتبه كده؟ ما هو ايام ما كان بيلعب في المقاولين. وهو بيلعب في المقاولين هيلبس تيشيرت ليفربول ليه؟ ما هو كان طموح، كان حاسس انه هيبقى حاجه. ما كفايه تطفل بقى يا جماعه، وكل واحد يبص قدامه. جرايه يا نجم، ما احنا باصين قدامنا اهو، والموبايل في قفاك يعني؟ ايه يا نجم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني كده يا كابتن بعد اذنك. هي رشا خطيبتك ليها في التيك توك؟ ايه ده؟ مش رشا يعني؟ لا يا حبيبي دي رشا. يعني انت عرفت قمطة امي ومش عارف بدلة خطيبتك؟ بقول لك مش رشا. ايه يا رشا؟ ايه؟ مش رشا يا عم. يا عم ايه يا رشا؟ وانت عرفت رشا منين يا جحش؟ جحش؟ طب انا مش هرد عليك عشان خاطر رشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عم تجيب كده انت كمان؟ حبيبي امسح يلا صورة خطيبتي. مش ماسح حاجة يا عم. هتمسح. مش ماسح. وحبيبة بابا رشا دلوعة بابا. امسح يا. دي كانت تالت حلقة من حلقات الدفاع عن النفس. انت بتجيب الفيديو تاني ليه يا؟ ده فيديو امي ده، لا مؤاخذة بقى. اه عيشك بس كده. طب بس بقى يا عم في ايه بقى؟ موجود على التيك توك يا جماعة، اتفرج براحتك. ما مش صح كده يا عم. اوعى يسكتش بقى يا عم. يا عم اتفرج براحتك. لا اله الا الله. محمد رسول الله يا جماعة. انت عامل الباقة دي كلها عشان تشوف رشا يا ولا ايه؟ ده غريب قوي. انت غريب. انت طلعت لنا منين يالا؟ في ايه؟ شكرا يا جدعان.